أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين اللهم برحمتك جعلنا منهم آمين آمين يا أرحم الراحمين اللهم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين إلهنا ربنا آمنا برحمتك اغفر لنا وارحمنا إنك أنت أرحم الراحمين إلهنا ربنا زدنا ولا تنقصنا اللهم علمنا علما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك آمين إلهنا ربنا برحمتك وفقنا لما تحبه وترضى اللهم برحمتك اجعلنا من العلماء العاملين الصادقين الربانيين برحمتك آمين آمين ربي أعن ويسر وبارك فيه ولا تعسر آمين أما بعد بكمك إخوائي قوراء أجاين درسي سادو سيوبان جل تدريس كتاب الفقه المنهجي جلدي أول الله برئيس سادو حفتا وهشت كتابي حج أو شوني كافر من يجب عليه الحج والعمرة تشكسي يا أو كسيك وها حج وعمري لسر فرزبت بحث ما كل ما سبي إمامي شافعيشا عمري فرزو وعم لما سبي حنابلو بعض تل مذاهبة ودس بيكردن فرزبت البته مسابح حنابلة قصيت لي تياهز بالخو والله علم قولي الصحيح عن بيت خب أفرمي يجب الحج والعمرة تعمل ديار الشروط وجوب بحثك يجب الحج والعمرة على من توفرت فيه الشروط الستة الآتية حج عمرة فرز بيلا شركسي كوا أم شرطاني شجقاني خواري تيا موجود بيت أفرمي الأول الإسلام فلا يجب على غير المسلم وجوب مطالبة في الدنيا بس لسر غير مسلمان لدنيا دا واجبني وجوبي مطالبة يعني شي بمعنى واجب لسريك لقيامتا للرأي جمهوري علماء دا لقيامتا لسري حسيبي لسركري واللي لدنيا فينا وتري بكافري ببربو حج لأن الحج والعمرة من العبادات التي لا يطالب بها غير المسلمين شنك حج عمرة لعباداتك كوا غير مسلمان طلبيا لناكري أنجامبا ولا تصح من غيرهم حتى لغير مسلمان أصلا صحيحني شن شرط قبول أعمال سي شرطه شوشي الإخلاص المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم وسروي هميانو المؤمن والإيمان يعني إيمان نبي بك أبرا مخلصان يجبك كافر مخلصان يجبك وقت كافر لا إله إلا الله قبولني مثلا يا بحر حال مشرك بو معنى صحيح مشركين أو معنى غلطيك أمره الكسب خلق يجي مشرك أو معنى كأمة إسلام ده قرن لسريبه خب لأن الشرط صحة العبادة الإسلام جونك الشرط صحة عبادة إسلام وقد قد يشتان كذب بقرآن هميشة بحثة فرمي هالكسي أو عملك وهو مؤمن شرط إيماني بداني خب العقل و أم شرطانيش كلي رازك ركري وكل المغني ابن قدامة جلدي سيلا بري ديوس بحجدة وكل المجموع إمام نووي جلدي حفلة بري بانزة أفرمون شرط إسلام وعقل وبلوغ وحرية واستطاعات إجماعي لسرة أم بان شرط لازم يعني إسلام عقل بلوغ حرية استطاعات إساروات شري شرط دومك العقل أفرمي فالمجنون لا يجب عليه الحج ولا العمرة لعدم التمييز عنده بين المأمور والمحظور بنابر أما مجنون يعني شيت بإجماع زانايان حجي لسري نية بلا أقر أنجامي داتي آية صحيحة يانا لما سبي إمامي شافع فرمي أما صحته ففيه قولاني إمامي نووي للمجموعة جلدي حفل أبريشان زا فرمي بالإجماع واجبني لسري ولا أقر أنجامي دا آية صحيحة بيانامي أمي جدو قولي لسري خب لا يجب عليه الحج والعمرة لعدم التمييز عنده بين المأمور والمحظور چونك جياي ناخا بيني تشتي وحرام كرا وشتيك أمري كرياك واجبة يا مندوبة ولأن الله تعالى إذا أخذ ما وهب فقد أسقط ما أوجب أما قاعدك جوانا خواهي قوركاتك وأخذ ما وهب أويك دايتي بكسيك قرتيو نتيجة أسقط ما أوجب أويك وإجابي كربتيك إسقاطيك ولا يتم التكليف شرعا إلا بالعقل تكليف شرعا تواونا به إلا بعقل يك كريزيكي بتشوك لرا ذكر كم كي شايد فايديك يبيت مطلب ذكر كريه وتري أشاعره أقل خنا بيشي نقل
يا وتي أن لكاتكو كوا تعارض بو لبين عقل ونقل أجا تعارض بو واقعا أخلا خينا بيشو نقلك نوعي إنك أمقسى أتواني لسر وجهي كي صحيح حمل بكري أتواني لسر وجهي كي غلطيش حمل بكري وجه صحيح كي أما زي وقت تو مراجعاكي تو بكلامي أشاعره وقت أخويا توزيح أدن توزيح كي أن توزيح كي معقولة ألين إما بعقل أزانين شرعيش حقه يعني عقلنا بي تكليف كي أبي ساقطة بي عقلنا بي تكليف ساقطة بي يعني أبي كسي عقل بي تا خواي يقول مكلف يبكى إيساب زاني أم شرع حق يعني نتيجة بأو أقلك بيدراوة أدلو استدلالاتك إلى كتاب السنة ولا داعي دين أبيسي نتيجة أيقيني بمقصد بأو أقل أبينيك مثلا بلا أما حق أما تناقضياتيا أما تعارضياتيا أما مثلا دروزنية أما باطلة بعد ذلك أقلك يبو رين ما يأكاك بويك أم قرآن حق يوك بيني قرآن حق ويك بيني سنة حق اتباعك بس لقى أقلك ينبو هلا والله شيء أما أمجهد إذا سؤالك تتبرو ألين أجر نصيك بو نقليك بو نقليك بو نقلك ظاهرا خلاف عقل بو ظاهرا مثلا تو شتي نقل كراوة ظاهرا مخالف عقلي جميعي أو أقلك وقت بيجن عقلي صريح نا عقلي هركسي بوخوي أوكي هيج عقلي جمعي نكاتو هيج عقلي تقد كبحثك بحث يا مساء نقويك مثلا من بعقلي من يسبو من مشكل بي لجمع رجناب وبراتو شون حليكي تو بتواني حلي بكي عقلي وقلا حليناك ليرات شيكي ليرا اما زي ام شرابو اهلي انسان نازل بو نتيجة انا فرمون ابي جو وقت عقل قبولينك محال بي اشتكي غير ممكن بي يعني جميع عقلا ليرا اما زين ام شتا ظاهر يكي ملاكني اي رقايبو ريبو تأويل كراو وجوبة تأويل أكريتو والسلام أجنبو اشتكوا موضوعك احتمالي صحة عدم الصحة لنقل يا أبو لراجن احتمالي هذا شيء نقلك أي شيء احتمال إذا نقلك أي ضعيف أما توابي أو موضوع سكوا ذكريا كردوه توابي أو موضوع إن حج كام ينها توبيجي والله وآيتي قرآن بأقل ناخو على عز بالله آية تكررتك إنه أقل ما نشتكي تريجي هيش كذو آيانا وتوه بس أميان وتوه أم آيتي قرآن كمحتملي كان وجهك كان معنايك كعقل يكي كان بمحال زاني خب إيسا عقل يكي كان بمحال زاني إما أو معنى مؤولي أقرين إيسا ممكن قروه يكي تربجن بالعازي إما يجين كارمان بمثال عقل يكي ونيا ظاهري أقرين وصلا أم أندازة سك متأسفانة أوها تصخيم كراوة لم حد أوانو تيانا أقر أو حد بكوا أمرو خلقاني كيتر استنادي فيها كان بعقلي خوي أنا خانا يعني أو إن قسكان خراو حالبو أقلي خوي أم داعية يا أم حقيقة أقلي خوي أكاتتي أقلي خوي ها أقلي خوي أكات حكم لسر نصوص نو أقلي أقلا جميع أقلا تاني أم أقلا تحسيكي زور لأقلا يجنب أم موضوع أواسو حلبي أم موضوع أواسة ك إن شاء الله وقتي خويا أن يبدأ حسيكي مفصل توضيحاتي لسبب ذلك شون براسي كمكاري كرياجة كمكاريكي زور كرياجة لمسائل كان كتبه كاتون أو كتبه خيرياناتي أو شرجياناتي أو كتبانة نوع تسلطي يعني بيقرأ لسر ذهني طلبه وماموسة وجامعة كمان خلقاني نبون بين مثلا تنقيح يمكن يا برحال نقد يمكن يا ردو إن ينبنو فس أما فائدين لراك بحسي أقلكاك هذولي مناتي تكليف شيء أصلا بإجماع زانان مناتي تكليف أقله يعني أجا أقل نبو أصلا أقل نبو كبرى مكلف نيدر وكشيت وعيسى ليرا سؤال مساء ليرا كيجي فالمجنون لا يجب عليه الحج من يجي نقلم كلا المجموع إمام نووي جلدي حفلة بريشان زي يجي بالإجماع وشي هل أول إجماع عسك لو لا نقل كرياجة كمناتي تكليف أقله خوب الثالث البلوغ بلوغ مناتي جبتشي إجن منات للغتها إساء أو ميخة كيلوي داكترياجة أو ميخة أو آويني بها الواسرياجة أو ميخة مناتي أو آوينسة يعني أم حكمة معلق كراو بأوة أو أبو حكمة كيشي نبوني إصلاحا علة منات الحكم العلة بس أو أواسة وقت يجي مناتي تكليف عقل يعني أقل بو تكليف أزنبوني
البلوغ فلا يجب الحج والعمرة على غير البالغ بس حج وعمرة لسر غير بالغ فرزنية لأنه غير مكلف جنك أويش غير مكلفة إذ التكليف شرعا إنما يكون على يكون بالبلوغ مش بإجماعها البتة بعض التكاليف كلا سري خوي فرزنا به لما ليا فرز بك ولي أبي أنجامي باوكو زكاة وش دا وش تكتره يا ضماناتي متلفات أو يوات تلف مالك سيبكا لقوله صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين رفع القلم عن ثلاث قلم منزول قلمي تكليف مؤاخذة قلمي مؤاخذة جناح هل قراء ولا سر سيكس عن الصبي حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يبرأ لسر منال تاكاتك أبقى تحدي بلوغ لسر خوتو تاكاتي بيدار بيتو لسر مجنون تاكاتك وساق بيتو رواه ابن حبان والحاكم وصححه وحديث كيس صحيحة مشكلة كتيانة الرابع الحرية شرطي شوارم حرية يعني شي كابرا بردنبي اصطلاحا أو كوابي أتري عبدو كنيز نبيت أمان بيت فلا يجب الحج والعمرة على العبد لأنه لا يملك مالا بل هو ما وماله ملك سيده بس واجبني ألا سري سكاب راجع وهاي شو ظلمي كراو ببرده بابا أمن رحمة ببرده أمن رحمة ببرده كخواه فرمي فرزني ألا سري تو أقريجنا وكرت لقيامتا ما أخذوناكم شنتو فعلا خوتو مال دين يكي كتر أما واقيني بس أميشا وثمان إجماعيا لسر نقل كردو ابن نووي وابن قدامة أمن الطريق داني كتريان أمني طريقة كأما برحال اختلافك لسرهس بحسك أما طرح أبي بحسي أمني طريق كان قصوباسي كتاك وكي سأشاري كتاك خب أثنين فلو خاف على نفسه أو ماله عدوا أو كان الطريق خطرا لوجود حرب مثلا لا يجب عليه الحج ولا العمرة لحصول الضرر بل درست أما سر إمامي شافعية أنا برما أجر ترسال سر نفسي خوي ترسال مالي لدجمني أزاني للريقاء أمر ريقاء برائي جن يستاوك قديم مثلا كبردن ببيتشو يا بولاتشو يا يستحتى بماشين أرواك برا مثلا فرزانكين فرز بحسكين كابرا لبلادي مثل أفغانستان أغرق يبيب روا بحج فماشين روا أزاني مصيري أم مصيري يبي تيبكا لحر طريقك وغرق يبي تيبكا لم خشكيا رد بيبو عربستان جنگ و شر و كشتار و نازانم مسائلانك أم موضوع خب لا يجب عليه الحج ولا العمرة لحصول الضرر چونك ضرري هاتيا والله تعالى يقول في سورة البقرة ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأخواي قريش فرميتي بدسي خوتان مخان هلاكتو إذا سؤال دقت كان آيتك شونا فرمي وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة آيتك بحسي وكا إنفاق كان للريخوة خوتان مخان هلاكتو وليس تماشا آيتك علماء بوتشتكي تريج استنادي بيكن كنو أي خوخستن بهلاكت به بس دروس تهيج مشكلة كتيانية بحثة وسا أقا قرار بي عدم إنفاق في سبيل الله نو إخ استنبر هلاكت لقيامتا بيتو خود محروم كردن بلا أجر خواهي قولة بواب فرمي الله تلقوا بعيدكم إلى تهلوك دي أولا تركا كابرا خوي بكجيتو خوي بخاتة بري زرر مالي بخاتة بري زرر وهر زرر أتر بس استناد بو آيات كراو هيج مشكلة كينية أما مسألة كامسألة لحالتك كي اختلاف لبين زنايانا نية كسك و ريقاي بو مكة ريقايكي أمنة أو شرائطك يعني تريبو واجبة لسري بروه سنك أبرا والا خذي بمدينة لمكة أمان مشكليني أقر خوفك لجهتك تراو مثلا يستطوع بينك أبرا لإراقا جنغو خيرن رجسنو شر أولا مثلا كويتا لكويتا بو عربستان هجيني كيني أو بخوي أروه أما مثلا كوالي را خلقي لولاتك أروان لسر رقائع مشكلات هذا أما شونا ليرا علماء كان سورتك يعني استخراج كرده لنبابوتي يعني يك أقر دجمني كلسر رقائع سياقو دجمني ككوا كافري أصلي وجنغ كاتكي مسلمانانا وأم حاجي أتواني جهادي تكابكا كومولي وتو يعني طاقة جهادي كومولي وتو يعني ليرا مستحبة
برو ابو حجكي ولرجاش جهادي جكا هر دو فضيلتكي نصيب بيت اما كمالا جميعنا وتو ابن تيميه لم حالته وتيتي تشي وتيتي واجبه نروى لم حاله والله مزانان ارايان شنو قولي اول اجن يك مطلقا حج لسري فرز بي بل سر رجاش كافري اصلي بيت شر بجهاد بي مطلقا فرز انا قولي يكودون فر العلماء ذكو أبو يعلاي حنبلي وكرخيل حنفيا كان قولي كتير ألين لسر بياو كان فرزوي شون كطاقة جهاد يانز لسر جنكاني أما قولي كلاي شافعي كان قولي كتير واسه وتيانا لازمني حجكا لسري لازمي أما قولي جمهور كحنفي ومالكي وشافعي حنابلس قولي شوارمي وتيتي واجبة بيست نروى وكو قساكي ابن التيمي بس قساكي أم قساي أم موضوع لنا ذكري كنتم بالله دروس تحيج مشكلة كتياني شوكا تواوي دين تواوي قوانين دين بو حفظي فنج مطلبات وكذ ضرورياتي خمسة بإجماع علماء لأنه كان دين بو لأنه بعد الدين نفسه جاري أم حجة اختلافي لسر آية وجوبك على التراخية على الفورة أم هم مسائلين لسر أختي تكابرا زاني مالي يعني بس الاستطاعة السادس الاستطاعة لقوله تعالى في سورة آل عمران ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا بخوايق پروردگار سبحانه وتعالى لسر مردم فرزة حجي مالي خواهي قوره بو كسي كوا استطاعته استطاع إليه سبيلا إسا لحازي الرقار لحازي السبيلا استطاعتي به دي أم سبيلا چيه ولحديث ابن عمر رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يجيب الحج برسياري كذ أبي غمري خواه عليه الصلاة والسلام تشتي حج فرزكا فرموي الزاد والراحلة توشى ووسيلة سواري يعني لذا أبي غمري أكرم عليه الصلاة والسلام سبيلكي بشي معنى كردو فأمن رواه الترمذي وقال حديث حسن إمام الترمذي روايتي كردو فرميتي حديثتي حسنة بلام أم حديثة ضعف هاتيا بشان طريقي وارد هو حديثك يك يعني حديثك طريقي ابن عمر رضي الله عنه يعني كتريش يعني طريقي ابن عباس ظاهر أمر وصح حديثك قوينية حديثك قصيلة سرى واني بيجي حديثك مقبول بالله قشتي زانيانا بحثي لسر هس أم حديث إمام الترمذي روايتي كذا فرمي عن إبراهيم بن يزيد المكي عن محمد بن عباد بن جعفر المخزومي عن ابن عمر كافرمي أو روايتي روايت كذا كحديث كخد إمام الترمذي أفرمي هذا الحديث لا نعرفه من حديث ابن عمر إلا من حديث إبراهيم بن يزيد الخوزي المكي وقد تكلم بعض أهل الحديث في إبراهيم بن يزيد من قبل حفظه أو نفرواتي أك إبراهيم بن يزيد بعض قصيلة سر إبراهيم بن يزيد وكملوتي أنا ضعيف وكملوتي أنا قوي روايتي كتير شذة ابن عباس آخر أبو شيء أما إشارة فيها كم شون دواتروا مسألة كداخلة بربطية بهم حديثة روايتي كتير شذة ابن عباس كابن ماجر روايتي كافر حدثنا سويد بن سعيد حدثنا هشام بن سليمان القرشي عن ابن جريج قال وأخبرنيه أيضا عن ابن عطاء عن إكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الزاد والراحلة فرميتي استطاعتك كما زاد وراحلة يعني قوله تعالى من استطاع إليه سبيلا بلام حديثك لحديثك ابن عمر إبراهيم بن يزيد واتيا كي خطابي علي متروك الحديثة إمام خطابي وهروى ابن حجر علي متروك الحديث أحمد النسائي وأنا لم متروك الحديث بس أو إسناد ضعيف كالكتبة كتانا تواجه إمام الترمذي ترميتي حسنة أو يتقتل سركن همشنين حديثك ابن عباسي ضعف هاتيا هرشن طريقي كترة ضعفك لوكي قبل كم ترى راويك هاتيا ابن عطاء ضعيفة دو راوي تريشي هاتيا كهينة ولا عائشة لا أنز لا جابر لا عبد الله ابن عمر ابن عز لا عبد الله ابن مسعود أم رواية النقلة والله هميان رواية كاني ترقي شيئا ضعيفة شمس أشاد وكو دأبي بعض العلماء بيجن
مجموعكي أم مسألة أجيني وليخو كساني كتير الميلي عن بي قصيلة سركن بين الهشكام يعني قوينة وهم يعني كعلتي كي قويها تيا كتير تقبير ناكا نهاية حديثك قوينية كبين بي ولي إمام الشافعي رحمة قائل باستنادي فريق بي كرد الله كلام يعني سبح سياكي إن شاء الله خو والزاد والراحلة في الحديث يفسران الاستطاعة الواردة في القرآن بس أو زاد وراحلة كلام حديث واردة أو استطاعيك إلى آية كوارد بو تفسيرها كنو خب الآن سؤالك بما تتحقق الاستطاعة استطاعت بچشتي محققة بك يميجين يكي لشرتكان بالإجماع استطاعته بچي محققة بك أفرمي والاستطاعة تتحقق بأن يملك الإنسان المال الذي يلزمه لأداء الحج والعمرة أو ماليك لازم يسي بو أداء حج وعمرة أو يهبت من أجرة مركوب ونفقة ذهابا وإيابا يعني بهاي شتيك السواري أبي وكو على بولي هوا بيماس وكو على آن إيش كيسة إما لو والله تاني وكو إيران مثلا مردم جوري كتير أرباب وحاش فرقة كهتكي مثلا باكستان والله تاني كتير مثلا والله تاني تر أم إني بوخوي دانن ياغا وكو إيران كي بيبيجي تو فولكو بده إما هزيني رفتو برقشتو هوتيلتو خوراكتو حموشتكو تأمينكي اما ايران يا چن ولاتي كثير واسه كابرايس الله چين ارواب حج حج خوش واري هوا بما وي اروا لوي دا وزي خوش لوي مثلا اروا شويني خوتن بياكات وخوش مثلا جي جاي خوراكو طعامي خوي بياكا بس اما شي هبيت يسله ولاتي ما هم فولا شي كابرا بدا حتما اجازه جني بطريقي تربوا هم فولي هبيت خب بالاضافه لما تفرضه عليه اليوم الحكومات في من نفقه جواز السفر سفرين إذا فرد سنويك أمره حكومة كان فرزي كان لسر إنسان كي تشيبت أو بوليك بوليك لازم يسيبو جوازي سفر يعني باسبورت إصطلاحا وأجرة مطوف هم شنين شي أجري مطوف مطوف بكي ألين مطوف كاري أو كابرايك كاري أمسك رين ما يحج كانك على مناسك حجة المطوف من صناعته أو حرفته إرشاد الحجاج إلى ما يتعلق بمناسك الحج كابريك اللي بيبه الحال الرهنما يعني بيت شو كابران نزان اللي إلى أرواب وعربستان شو زاني چي بچي حتما كسي كس لبي سركاروان بيه چي بيارمتيان با ويجب أن يكون هذا المال زائدا عن دينه وعن نفقة عياله مدة غيابها تهل شرع إسلام قرواني بن شرعك باك ومعقول ومنطقية خواهي قولا ما يفرمو تو من جنو من الله نان نيبخون هش تانية لبرسيتيا أمر نياتو ويلي أنك ببناي خواه بروبو حجيك فرزة لسرت نا خواه فرمي سبحانه وتعالى تو أبي ما مانجا قنيد ليرا أو مانجا نفقي أو مانجا جنو من الله هبيت همشني أقا قرزي كسيك وهاولاوه قرزك ودابيتو كدواو لأكا مثلا الآن لم كابرا داود لك قرزك نيوت كاك دا سالي تربرو أو قيناك والإعلان هاتوا لتو داوايك وتو بيجي دي والله حجيش فرزك أنا رمبو حاجك إشخوا أمقري يا مالني ناني يبدأ من الله كان فاز أشي أمانة هموي هبيت خب أنواع الاستطاعة أنواع استطاعتك شونة الاستطاعة نوعاني استطاعة مباشرة واستطاعة غير مباشرة استطاعتك مباشر واستطاعتك يعني مستقيم استطاعتك غير مباشرة يعني شيء الأول فالاستطاعة المباشرة استطاعي مباشرة هي أن يتمكن الإنسان من الحج والاعتمار بنفسه أو ككابرا خوي بوخوي تواني حج عمريها بيت بأن يكون قادرا صحيح الجسم شون قادر صحيح الجسم به سلامت به يمكنه السفر سفر به ممكن به وأداء المناسك به إمكاني به مناسك كان بجبره من غير أن يناله ضرر كبير أو مشقة لا تحتمل ببي أويكوا ضررك قوري بملابت يا مشقتك قابل تحملني به ممكن به مثلا إنسانك سلامت أتواني وكاربك أما الاستطاعتام على وبرشيبو على وبرويك شرط قبليك مالواني هبي أما الاستطاعة غير المباشرة هي أن يملك المكلف من المال ما يمكنه إنابة غيره بالحج عنه في حياته أو بعد مماته أو يكوى إنسان مكلف أو عندما مالي هبت بوي بكري يكي كي تربكات النائب خوي
بو حجكي لحياتي يا دواي مماتي حياتك بحثي هوسا كابرا ناتواني زمين جير بو فلجو هاتشيك ناتواني بروا يراتواني بو بيكي كتربا يا مماتي شي هوسا حجي لسر فرز بو فلان بهر دليل ني كردوا إسايا كمكاري كردوا كمكاري كردوا ني كردوا فرزي بهرز بو لسري لرا دواي مماتي يكي بتواني فولي بولوا بجيغا حجا كبكا فيما إذا كان لا يستطيع الحج بنفسه ها لشرائته أو نجس من اللي رادانش توم أتوانم خمرم بحاج مثال بيجي متوانم برم بيجي والله منا النار وتبجي جاي من أو دروزني أو نيابة دروزني بس كسيك خوي ناتواني بروا دارايها زتواني يكيب كاتنايبي أو أكري حتى اختلاف هذا بيني زنايانا فرزن نفر ناتواني خوي بروا بحاج يكيب كذا نايبي خوي ام نفری کرد تو نائبی خوی کابرا لحینی ادای مناسکی حجا ام ساق بیتو استطاعت کپی آکاتو مثلا فلج بو یکرتا خاصه تو هرچی آشیب کام کابرا لمذهبی جمهور حتی مذهبی امام شافعی چه فرمون قضا کی واجب بیل سریع و حجا مثالی بعدی بی قضا کاتو تا حده یه چی بگه تا کابرا خوی سلامت و ساق دانش تو به یکم میری بون خب لا استطیع الحج بنفسه لكبر أو مرض أو نحو ذلك لبر أوشتانا جاهر لم إنا لكتب المجموع إمام نووي جلدي حفلة فريه بنجاتا بنجو بنج أفرمي من الاستطاعة صحة البدن وسلامته من الأمراض التي تعوقه عن أفعال الحج إذا الاستطاعة كان سلامتي بدنه سلامتي لنخوشيانك بازداريك كان لأفعال الحج فمن وجدت فيه سائر الشروط وكان مريضا مزمنا أو مقعدا فلا يجب عليه أداء الفريضة بنفسه اتفاقا باتفاق علماء مذهب أفرمي كسكوا مالكي هبت بلا مزمن بنخوشيك مزمني هبت زمين جيري كردبت دانش بنخوشيك بردوام يا نخوشيك زمين جير كنند لراب اتفاق لسري فرزني خوي بروا لكن اختلفوا هل يلزمه أن ينيب من يحج عنه أما اختلافي هذا آية لسري فرزة يكيكي تبكات النائبي خيانا فذهب الشافعية والحنابلة والبتاء من الكتابة كي واسط نقلم كردوك أصلاكي ولا المجموعة فذهب الشافعية والحنابلة والصاحباء أبي حنيفة أنه يلزمه إمام الشافعي مسهبي الشافعي حنابله أبو يوسف أبو محمد بن حسن رحمة إخواني النبي أتي أنا لازمك بناء على أن صحة البدن شرط للأداء بالنفس شونك صحة بدن شرطي أداء بنفسي خوته لا شرط للوجوب نا شرطي وجوب بيت وقال أبو حنيفة ومالك لا يلزمه فالمئان لازمني بعض الإمام النووي رحمة خوالي بلأ المجموعة جنبي حفل أبري بنجاء فرمين من كان به علة يرجى زوالها فليس هو بمعذوب ولا يجوز الاستنابة عنه في حياته بلا خلاف لما سهل إمام الشافعي ببيهش خلافك فرمين کسی وان خوشیه کی هست رجای هست چاق بیتو سر ماخوردی گیه هچ لیرا ام کبرا کبرا اینی بیجی تر زمین گیر بو نتوانی و چاق نبیتو اما با اتفاقی مذهب جایز نیه کسی بکات نایی بیخو چون رجای هست چاق بیتو از هنی نخوشیه که بابا عملی که کردو اما عملا امسال دو منگی خاطر سری جیگا دوی و چاق بیتو دروز نیامه اما لامه ایسا کبرا ایجی ممکنه نفر بیجی دی باشه من اون بو حجا کو دسی پیا کم لنا حجا کام نخوشی مم پشتی. اتوانم لیو یکی بکم نایی بیخوم نخوشیه که چون او هاسه. یجی نخیر نتوانی. تو نهایتا تحلل کی لحجو واجب بی قضای بکیتو. یعنی به معنای وقت دروز نیه یکی بکات نایی بی او حجا فرزه که لسری فرز بو بجی بری مادام نخوشیه که او نخوشیه سکه اتوانی. توانی. ولا تفسير قرطبي دا جلدي شوال لا فرسد وشلوشجا فرمي إذا وجدت الاستطاعة وتوجه فرض الحج فقد يعرض ما يمنع منه كالغريم يمنعه عن الخروج حتى يؤدي الدين ولا خلاف في ذلك سبحان الله مثلا كابرا استطاعتك هات وتبرو حجك ايش فرز ولا سري جاري واسشتهز مانعي او بيتر ببي خلاف ببي اختلاف لنا وزانينا نتواني بطلب حج وكوشي غريم كابرايك دائنة قرزي داقة لايتو يستيه خواكري طوال بولاكي غيرك اقا بولاكي تو بشي اوي نكر همينك او بهينك حاجك طوال او برقيري اكاو ببي اختلاف حاجك الله سري انبه همچنين لتفسير قرطبي جلدي جوال لابرسدو بنجاع فرمي
أجمع العلماء على أنه إذا لم يكن للمكلف قوت يتزوده في الطريق لم يلزمه الحج، وإن وهب له أجنبي مالا يحج به لم يلزمه قبوله إجماعا لما يلحقه من المنة في ذلك. أفرمي إمام القرطبي لجل شوارا لا فرسد بنجا، أفرمي إجماع زانياني لسرى كسكوا قوتي بين بقوت لم يكن للمكلف قوت يتزود خو أساوك أمره نبوه كابرا بهوا بما بروا سسعد خوي بقيني تعربستانو كابرا لرا ديكر ده مانجي بيشتر لرقا بوا بياباني تيكر ده خو أم بيابانا كابرا سر والنا بيابانا أفرق قوتي نبو كتكي خويا أهلي بقري حجي لسر فرز نابي. همچنين أجر أجنبية هات وتكاك من مالت في أدم برو حجي بيبكا بإجماع زانايان لازم ناكا حتما بيقري. آية جايس هز بيقري أتواني ولا آية واجب بيقري بإجماع واجبني بوشي دقت ألتكيشية لما يلحقه من المنة في ذلك. سبحان الله لبرويك منتي في أجيل وحالته ممكن كابرة دوي منت بقات سريبيجي بينا كمن شوي تحج إسلام حتى أأويد رعايت كده. سبحان الله ألتكيان شي ذكر كده علماء جاء أجنبي كتير كاكاو من بولو بي أدم بيهم أتواني بيقري والله واجبني لسري بيقري واجبني لسري كابرا ني بيجي دي خواه هاس بس فرز لسري برو نا لولا ممكن لا شخصيت يا لا عرض وابرو يشتك دخيل أما بابزانا. همچنين ابن تيمية إمام ابن تيمية برحمة بلا مجموع الفتاوى جلدي بيسوشج لا برسد واشتاد وفنجا فرمي فإن مذهب عامة العلماء أن من أمكنه الحج ولم يمكنه الرجوع إلى أهله لم يجب عليه الحج. مذهب عامة علماء لسر مسكسي كوا بوي كرابر وحج وللزاني ناتواني بقريتو فرزني لسري حج سكابرا زاني جي أتوانم برمولي احتمالتي قاطع من ناتوان بيمو فرزني لسري حجك. همچنين نووي أفرمي رحمة الرحمة خوالي بي لم يلزمه بلا خلاف أم موضوع بلي ما بي اختلاف لازمنا كام حالة برو أبو حج. خب لكتي وكتا أنا أفرمي روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تحج فماتت قبل أن تحج فأحج عنها. فرمي يا رسول الله عليه الصلاة والسلام دايكم جنيق لجهينة تخزمتي في غمري أكرم عليه الصلاة والسلام. فرمي يا رسول الله دايكم نزري كرد بروا أبو حج طلام عمري خواي كرد نزري جانيش يعني لسري فرز بوه آية من بجي قاي أو حجة وانمكم. قال نعم. سؤال آية هركسي أتواني بجي قاي هركسي كي ترحج بكا وانية كسي أتواني بجي قاي كسي كي ترحج كا حتما خوي حجي فرزي إسلامي خوي بجي هاود بي وأجر حتى بنيتي أوج أو حجب كابو خي حسوا به أجر نيكر بيبي مثلاً سفرز كم من ناريج مع حج بيجي يك بيجي أبرو بنيابتي مثلاً يك كله بحجبك من بروم بنيابتي أوج بيكم بوخم حسوا به وتشي شون خم هنوز حج كم بجي ناورده ولا أكره بيجي مدباش من الروم لي فول أدم من فريق اللي بي حج كيبو علام فريق للطلاب اللي أو كاراكا طلاب علوم ديني كوان لبي تين جمرة لما حجا كين بجيكان بولي كيج بدستيرن خويان حجا يان كردوا طلابي ولاتاني تروان لي مثلا كردوا لي ايراني لي يجي باش ما اينكين بكم تر مثلا كابراز اي كاب 10 مليون من بودا كم 5 مليون بوليش بو خوي بدستيرتو كاري كابريجا خاطر ولي خوي حجا كين بجيها وردوا ولي راه فهمي بلي تو اتواني حجي عنها بلي بجيكاي حجك ارايت ان كان على امك دين اكنت قاضيته. فرمي آية سؤال لكم أجر دايكت قرزية كيكي للاواية ديني كسيكي للاواية آية أدات أكرت. قالت نعم. فرمي بلى يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال اقضوا دين الله فالله أحق بالوفاء. دي ديني خوا أداب كن خوا أو لا ترب وفاء. فرمي شكي عامة كابرات واني بم حديث استناد كابو مباقي مسائل كانت بجي هر كسي هر شي قرزار بوتو اتواني بجي قاي ادايك هر شنط خلافي قصو باسي فري لسن لبحسي السيامة اشارة من كده بعض اشتكاني. ولفظ النسائي ان رجلا قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ابي مات ولم يحج افأحج عنه.
يا رسول الله باوكم عمري خواي كردوا حجينا كردوا أي أتوانم بجيقاي حشفكم قال أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيه ديار حجي فرزي لسر بوا عمري خواي كردوا يعني حالته بوا عمري خواي كردوا كفرز بوا لسر ونكرده قال نعم قال فدين الله أحق بالوفاء لدين خواي قرأ ولا ترك وفاك وروي في الصحيحين عن أن امرأة من خثعم قالت يا رسول الله إن فريضة الله تعالى على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه قال نعم جنة جرياني أوجنا خصعم يسكل مسير حركة بيغمبر عليه الصلاة والسلام بحج هات بردمي سعاليك وسا جريانك علي فضل ابن عباسي لبشتي سريع أبو سيري كردو بيغمبر عليه الصلاة والسلام بدس روي قراندو فرميت ما شاي مكة لبحث حجابه بحث من كلوت من أمن دليل للسلبي كيف وشيني سورة فرزني الله فرسياري كنت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام فريزي الله تعالى كحجة لحالتك فرز بوه لزمانك فرز بوه لسربند كانها أدركت فإن فريزة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا فرزي خواي قولا لحجة زمان فرزي كردو كبابا في لمردك شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة ناتواني لسر وشتر بيسي أفأحج عنه من أتوان بجيقا أو حجبكم قال نعم فرمي بغي أتواني خب أفرم ملاحظات الأولى من كان له رأس مال 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 تجارة وجب صرفه لأداء الحج والعمرة هركسي رأس مال تجاري كي هس واجب صرفك أبو حج عمرة ما شاي إسبك أما ديار الزائد لسر شي زائد لسر نفقي واجبي كابرا 56 مليون تمن بولي زيارة هسو خريقة خسويتي كاسبي وتجارتي بيكا يبرون بونا بونا روي بحج وانا يسم الله كاسبي كاركم نخير شرع فرمي چونك هو واجب لسر هو واجب تولي رأم خريقي زيادة أكي. من كان له رأس مال تجارة نركز رأس مالكي تجاري بيت واجب صرفي بكاب وأداء حج وعمره ومن كان له أرض يحصل منها على نفقته وجب بيعها لأدائه الحج وجب بيعها لأدائه الحج لأداء الحج والعمرة هركز هكيج زمينه كيهزك ولو زمينه نفقي خوي بدستيري ما دام إيسا زيادة لسر رزق خوي وخانواده اشتهز واجب أبكارة شبكة بفروش بروض وحج حتى أويشه وذلك أنه لو كان إيسا سؤال ما سكبره يجي دين لبرشي كارج رابو شيء أوكا يعني سؤالك أرام كابرا قرزارية كيك بي بيخي بقري بيجي قرزة كم برو واجب ناوي زمينة كيف فروشي واجب ناوي مالا كيف دابو كابرا دميش عين ايش ته إذا الكابرا مثلا هل شكياغي اصطلاحي خومان شن نفر قرزارين دائني أونو مالي أوان أوان والي أما وقتها حاكم إني بيكا أيا غيري أوشتيكوا لازم يخوي وخانواده يسيما باقي مالا كي نادري به أو دائنانا عينيش أمي جواسة خب وذلك أنه لو كان مدينا لآدمي وجب صرف ماله مال تجارته شنك أقام مدين مديون يا قرزاري كي تربي واجب مالكي بدربو فكذلك الحج والعمرة وهذا القول أصح أنبتغ اختلافي لسرس أنا هذا هو القول الأصح وقيل لا يلزمه بيع ذلك وترأيش أنا هل مذهب اختلافي هس إذا من تحقيق من لسرنا كذو قولة كان يعني كان مكامل ولبحث كذا أو حد مهمة كمتأسفانة متأسفانة بكمال تأسفه بحثنا كريب ومردم نبحثي زكاة نبحثي حج نبحثي مسائل يعني كيف رفرم بحثنا كريب وخلقي حالك وظيفي زانان وعلماء وأمثالي وطلاب علم بخوتان بخنا سري أو نهجة لهر مجلسي كحاضر بن مجلس بقرن دسي خوتان بنحوي بيو أنا سري بحثي كي خير بو خلكه ميل المجلس كبر وابرو شويني كواهر كسر قسيكا رفعت خويني كا قيتشكا خلصرو كبر عيسى الله سقسا كا قسيق وزبت كا ونشري شيء كا نعلمي شنو ما مساز نما الله فردي كبو خوي خراني هاي كا تقول عوي عيني شنو خلصرو خد تقوى تسكية خد كا عمادي روحي تحبي أهو تيان دابرا خلص دو كلمة قسمة مبكا شتي بيجي كأسر بخيل سلو خلكه خلص قيتشكا أمره بحث حديثك حد يا مبخونه قيشك حديثك نازان زكاة يا مبخونه حديثك سلي رحمة يا مبخونه هل بحسبك هل أسري هل بيت متمعن به بس
اما موضوعاتنا متسوانا خلقي من نازني زوري لخلقي من نازني حتى شنو مهمه نجيبو شي برو شيء. الثانيه لا يجب بيع بيته الذي يسكنه ولا اساسه الذي يستخدمه في حاجته لاداء الحج والعمره. لسري فرزني او مالك واسكنتي تيكا او اساسيك واستخدامي انا كابوكاري خوي مثلا ماشينه نازانم وسيله سواري حج كابراي مثلا اوساب الناس مثلا بالابره كيز بو كاري خوي كفرزكين ها كاري هنا وزو بو بالابره كاركي اوكا يا مثلا فرغوني نازم تشكوشي ناز اسن غير هر كارك اما لازمك لاداء الحج والعمره ما فرزني لان هذه حوائج ضروريه چونك امانه حاجتان كي ضرورين لا يستغنى عنها فلا يكلف بيعها. انسان بنياز نيلي على ماشين ماشين الامر وشاتو بيجي نزيكي او زبيجي كارك بيجي او لازم ابو انسان بيجي حتى عشان حتى شي كسبيتي ما فانو اصلا دنياك غورياك. الثالثة من كان بينه وبين مكة دون مرحلتين هركس بيني أو بين مكة كانت إلا مرحلتين. مرحلتين جانيتي مسيرة يوم وليلة على الأقدام كابرا بفبروات الريوش شوروجي تلكيشي وهو قوي على المشي توا خوي نسيتي الأخوارا تواني بيلا سر مشي يعني بتواني أما سيرة بروا با وسيلة سواريشي نبي سكابرا لرار وابوكش الله يقرش تاي وارف كجرويك يا درويك كمي شرواسه خوشتك عجيبني ليره وجب عليه الحج ماشيا لسري فرزة بياديج ببروا إن كان لا يملك ثمن المركوب أجر بولي وسيلة سواري نبو يسموه قطار ماشين هاتيس. والمرحلتان مسيرة يوم وليلة على الأقدام مرحلتان وزك عبر ببي شو روج حركة قديم باوتا كرماشان شن توليك شاقر شن الريقن أجر سلي خويان شوبن والله علم سيروش يعني باوتا كرماشان والله علم أجر شادش كبرا زوتري شوبه بل سري خويان شون وآرام آرام شون والله علم سيروش شون والله علم شاد زوتري بتواني بروها كبرا والله علم بتواني بروها شنيكي فلينية هم ديش دنيا كبرا من أناسم سمح لي رادي كرقة وبي فونو جي جمع خوي قيام جوان برو تلويج ادامي بداية ببي بمغري وقعي كرماشان وانية. الرابعة من كان مالكا نفقة الحج فقط وأراد أن يتزوج بهذا المال فهو لا يخلو من إحدى حالتين. هركسي داري نفقي حجبو بلام فقط داري نفقي حجبو بلام قريكي وإزدواجك أم كابرا قريكي وبما الله إزدواجك دو حالتي هس زين وزعتون. الأولى أن يكون بحاجة إلى نكاح ولكنه قادر على ضبط نفسه فهذا يجب عليه الحج والأفضل تقديمه على الزواج. أفرمي كابرايك مالكي هاس أو شرعت ذكرك حاجتي شي بنكاح هاس بلا ما تواني خوي راقري ودوشاري حرام نبيتو زنا وشتانا فنابر الله لرا واجب حاجة كبكا وباشتري شي يسسوا على مسألة يجي والأفضل تقديمه على الزواج. بوتي أوي بتو لو لا قوتيتي واجب لنظري هو بوتي وتيتي شونك حج لما سبي ما مشافه على التراخية أتواني صالحك تربيك أتواني دوي تريج بيك لذلك أفضل أو سبي خاتبش. الثانية أن يخاف على نفسه العنة لسر نفسي خويتي بترسي لعنة عنة يعني معني ضرر جناح فجور زنا أدا آيتك سوري النساء كأفرمي أقنات أنتواني جني أزادة بخوازن فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات لأخراف ذلك لمن خشي العنة منكم. أفلما قال بولو دنيا عندازي أو كبروجني آزادة بخوازي ماري ديارة ماري كنيس كنترة بو كسي قمة بترسي له نفسي خوي. والوقوع في المعاصي بترسي له وكبكيوتنا ومعاصي فهذا أيضا يجب عليه الحج أمشال الحج لسر فرزة ولكن تقديم الزواج أفضل من الحج لرا تقديم زواج أفضل سري حج. والقاعدة في ذلك أن الحاجة إلى النكاح لا تمنع الوجوب قاعدة كل يكي أمسا حاجة به نكاح وجوب من عناك طبعا بحث هو سيسا كامي بخاطب إيش كامي بخاطب دواوة مطلوب بعديك بحثي أكا يشترط إساءة وأنها لم قاعدة إساءة ما بقري
مسألة كي خارج الموضوع. ما دام لا تمنع الوجوب فعلى هذا لا تحل الحرام. هل يبي؟ فعلى هذا لا تحل الحرام. يعني لا سر أم أساسه كبرى ناتو يعني بروا الربا يكى صرفي كامل بيري بيج إزدواجي بياك. هل يبي؟ كبرى بيج بروا من وامي كى كان درس دي تيرم. بحثي وامي إزدواج من بحثم كردوه لشوني كجيا كارا أول موضوع يكبو كم قيل وقالي تاعي. ولا كبرى بروا بيج من وامي تر تيرم وإلى آخر. وتم أبي شهر أصلا كه وصار ناجائز بحثم كردوه قريت أنا لشوني خويا استماعك. ولا قاعدة كل يكى ناتو يعني أوتي بيت. حرامي حلالك. أنا مثلاً ممكن السؤال اللي راه مطرح به بيجي باشا أما فائدة شيء مثلاً ذكرك اللي راه يجي يجب عليه الحج والأفضل تقديمه على الزواج لولا يجي يجب عليه الحج ولكن تقديم الزواج أفضل من الحج. تي باشا أما فائدة شيء يجيبه بحسك أما فائدة كل راه مثلاً أجرهات أم شخص أمري خواي كرد حجك لسرشاني هي. إنا حج على الفورنية فرزك إلى مسبي ما مشافي على التراخي يعني الآن ممكن الآن من حجم لسر فرز بي مثال يجنا روم قيناك ديت يجنا روم قينا ولي لعمر ما بروم أقل لعمر ما نروشتم دوائما شيء حتما لما لكم شيء أدا بكري أمي جاك فلمي أفضل ومبزو بعثيش تكيد رأيس سؤالك يجنا بيجوا مثلا تويجي كرة بيابك مالك يزوريس كوري كانيش كي يجي بقى معنا والبخم الري سلو سامن يعني بمئس دو عجواني يعني بكم جابرو هيج مسألة نية وقت ما لك هي شروطي وجوب عتو تسري هيج مسألة نية أمان بخاطر ري هل بوي واللي تيتو السلام أقا بيني واقع من علي احتياجي يسوى أفضل ما سأمزو بخاطر أقا بيني نمجار حاجات يعني أفضل وسنزو حاجة كبروا بلان در هر دو سورة حاجة كفرز بوه لسري أقر هاتو عمري إخواي كرد دعاية بي حتما لما لك حاجة كي بوين بكري بحثك أوسا وفائدة أو موضوع أوسا. الخامسة يشترط في وجوب حج المرأة وعمرتها زائدا على الشروط التي تقدم ذكرها في الرجل شرطان. شرط قرار درياغة لوجوب حج جنو عمركيا إذا فل سر شروطك وقزشت دو شرطي تر دو شرطك كامن بحثي وكآية سفري جن ببين محرم جائزة يعني أنا لحج أتواني خويتني أبروها لحتمان شوي تكابي يا محرم كو بحثك كم تفصيل بحثي لسره امروش تازه ام درس طولی کشا وازن باشتر بی خین جلسه اک شاید جلسه اکی تایبت بحث من لسر کرد موضوع سفر جن بطنیایی مسافرت توانی بکا نازانم ببی محرم توانی برواب و حج اوانا مسئله که نیازی به بحث انشاءالله بی خین جلسه اکی تر. سبحانک اللهم و بحمدک اشهد ان لا اله الا انت استغفرک و اتوب الیک.